ياسين الأطراسي، مهندس معماري بالقطاع الخاص، صاحب مكتب الدراسات. واليوم كنجتمعوا باش نحتفلوا بالجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين الشباب. الجمع العام التأسيسي هذا اليوم كتعتبر حفل تأسيسي بصفة أن المكتب التأسيسي حاضر معنا اليوم، ومعنا الحضور الكريم ديال المهندسين المعماريين. والهدف من هذه الجمعية الوطنية هو الدفاع عن مصلحة المهندسين المعماريين وتكميل الصفة والمهام ديال الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. دونك حنا كنشتغلوا تحت اللواء ديال الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وكنكملوها باش هادشي كامل عملناه باش يمكننا نجمعوا واحد المجموعة، واحد القطب للمهندسين المعماريين اللي غيشتغلوا على المصلحة ديال الهندسة المعمارية في المغرب. مهندس معماري بمدينة فاس، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة فيما يتعلق بالجهوية المنظمة، الجمعية التي تتأسس اليوم ارتأت أنها تواكب هذه التعليمات بخلق مكاتب جهوية للجمعية في جميع ربوع المملكة لإتاحة الفرصة لجميع المهندسين عبر التراب الوطني للاندماج والانخراط بها. هي أنا تنشغل منصب نائب الكاتب العام بالجمعية وكذا المنسق الجمعية مع المنظمات الغير حكومية لزوينجي ناسيونال انترناسيونال. الأهداف الجمعية هو الأهداف السامية ديال الجمعية واللي هي البريم قبل من أي شيء، هو خلق واحد التكافؤ، واحد الاتحاد ما بين اكزيرسون ا تيتر بريفي. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la naissance d'un nouveau bébé, c'est celui de l'Association des jeunes architectes marocains. Donc on se constitue aujourd'hui pour défendre les intérêts des architectes en complémentarité avec les attributions de l'Ordre national des architectes. Nous sommes réunis tous ensemble aujourd'hui, tous secteurs confondus, ayant la volonté et ayant la bonne volonté de recréer un nouveau souffle de jeunesse d'esprit, afin de rehausser l'exercice du métier d'architecte au Maroc. Donc notre volonté et notre engagement, c'est de recréer un nouveau cadre, de réinventer le métier d'architecte au Maroc et de créer un nouveau mouvement culturel, intellectuel, qui a pour but de préserver les intérêts des architectes, mais en même temps de produire une qualité architecturale supérieure. Donc en même temps, nous avons la volonté de créer un bureau parallèle des étudiants afin de créer et tisser les liens avec les étudiants dans les différentes écoles confondues. De même, nous avons opté pour la régionalisation avancée compte tenu des orientations stratégiques de Sa Majesté pour la régionalisation avancée. Donc chaque région verra la création d'un comité régional qui aura pour but d'accompagner la régionalisation avancée en tant que champ optique استراتيجيك. اسمي ديالي ابراهيم اقجني، مهندس معماري اركيتيكت ديبلومي د لينا بروموسيون 2016. دونك انا اكشوالمون اركيتيكت في لاجونس اوربان ديال خميسات، والهدف ديال هذه الجمعيه هذه واحد الهدف نبيل، سي اون اسوسياسيون ابوت نون لوكراتيف. دونك كي اللي جات باش تدافع على المهندس المعماري وعلى لا بوزيسيون ديال المهندس المعماري وسط المجتمع المغربي ديالنا. الجمعية هذه هي سولا توتيل ديال لوغدغ ناسيونال ديال لاركيتيكت سويت لا لوا. دونك حنا تنخدموا في واحد الاطار قانوني وتنحاولوا نكريو واحد لو كادغ اللي غنحاولوا نجمعوا لي زاركيتيكت، حيت اليوم المهندس المعماري دخل في واحد الدوامه اللي خرجت عليه بصراحه، كساسوا الشباب ولا الناس الكبار في السن اللي اركيتيكت. والشباب اليوم اللي كيتخرجوا من المدرسه كيخرجوا تالفين، ما عارفينش لو مارشي دو طرافاي شنو هو الحقيقة الواقع ديالو. كيخرجوا من واحد لو كادغ اللي زوين بزاف، واحد لو كادغ بيداغوجيك، وغنحاولوا ناثروا هاد الشباب ونحاولوا نسيروا الخدمه العمل ديال المهندس المعماري سواء في القطاع العام سواء في القطاع الخاص، باش من هنا للمستقبل ان شاء الله نعاودوا. عندنا واحد ليكسبرسيون بالفرونسي هي غودوغي ليماج دو لاركيتيكت ولا بروفيسيون دو لاركيتيكت او ماروك،
حيت المهندس المعماري كيبقى في اخر المطاف، هو اللي كيكري المدينه، هو اللي كيكري لو كونتكست اللي كيعيشوا فيه الناس، كساسوا الناس الكبار الناس الصغار. دونك زعما هذا هو الهدف ديال هاد لاسوسياسيون هادي، وتنتمناو من الناس يتفهموا هاد الشيء وتولي لاركتيكتور ولا تولي الهندسه المعماريه ان انتيغي جينيرال بوبليك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.